حيث يتم توزيع 500,000 حافظة تكفي لثلاثة حجاج طوال أيام الرمي الثلاث. ويهدف المشروع إلى التخفيف عن الحجاج خاصة كبار السن، وذلك بعد نفرتهم لمشعر مزدلفة بعد إرهاق الوقوف بمشعر عرفات، وتقدم لهم حجارة الرمي نظيفة وجاهزة ومعقمة داخل أكياس مصنوعة من القماش الفاخر. ويحتوي كل كيس على حجارة تكفي لثلاثة حجاج لرمي الجمرات الثلاثة بدلا من البحث عنها في جبال مشعر مزدلفة. وفكرة المشروع وضعت وفق أسس ومعايير وضوابط تحقق أقصى درجات الجودة والنظافة الصحية، تبدأ من الحصول على حجارة رمي الجمرات التي تقوم أمانة العاصمة المقدسة بنقلها إلى مشعر مزدلفة، ثم تبدأ عملية إعدادها وتجهيزها وتنقيتها وغسلها عدة مرات، ثم تجفيفها تحت أشعة الشمس واستبعاد الحجار التي لا تصلح للرمي. وبعد التأكد من جاهزيتها يقوم عمال مهرة بوضعها في حافظات لتوزيعها على أماكن تجمعات ضيوف الرحمن وفي الحافلات التي تنقلهم خلال وجودهم في مشعر مزدلفة. كل ذلك وأكثر منه هو غيض من فيض ما تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين في سبيل خدمة حجيج بيت الله الحرام وخدمة الإسلام والمسلمين في مكة المكرمة وكل بقاع المعمورة.